العبادات اللي ذكر ربي تبارك وتعالى اللي قسم تغيل رجري قوتن التقان قراءة القرآن ولا يقرأنا وربي تبارك وتعالى هاتي اللي قسم الأجر مقرن كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان الأجر هذا تتزايد ربي تبارك وتعالى يغتي سكر بنادم كر الأوقات لفلكينين زون أيون رمضان هن أيون رمضان يجوز تقيس القرآن لغن ربي تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن دخل ربي تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وكان إلى تقيس القرآن غشان رمضان يفلك أموما أي سكت أي يقرأ أوان ربي تبارك وتعالى على القرآن يعمر يعني سلسلة أوقات نس أرتي قرأ التدبر أي تفهم المعاني أري تذكر الآيات ربي تبارك وتعالى اللي تقول التوي هو النس سبحانه وتعالى.